أقعد في مصر أعيش إزاي؟ أنا راجل معايا ست عيال النهاردة وبتاع، أعيش إزاي أنا داخل على 43 سنة ولا 44 سنة؟ المفروض كنت قعدت دلوقتي في البيت ارتحت. أنا كنت ببيع عطور في الحواش المصريين، فجأة دلوقتي طبعًا لقينا المصريين كلهم عدوا، طب أنا دلوقتي أدور دلوقتي أبيع لمين عطور؟ طبعًا كده دلوقتي بالمشكلة السياسية اللي في مصر، والمشكلة السياسية طبعًا جت على المصريين الغلابة اللي من أول ما حصلت الضربة هذه الناس وقفت وخافت وكل مشى. كل بيأثر على بعضه لأن احنا نظام سلسلة ماشيين على بعض، يعني الزواج بيمشي ورا اللياس بيمشي، لأن احنا واقفة حالنا اللياس، الناس مشت وخايفة من الأمور اللي حاصلة حوالينا.